مرحبا وأهلا فيكم. مثل ما عرفنا وأعلنت صفحة رئاسة الجمهورية عن سفر الأسد إلى السعودية للمشاركة في اجتماع أعمال القمة الاستثنائي القمة العربية بشأن ما يحدث في غزة. هنا طبعا نشوف شو الظروف يلي عم يسافر فيها الأسد، ظروف الأسد نفسه يعني تجاه محليا وأقليميا ودوليا، وبدنا نحاول نفهم ليش السعودية مرة تانية استقبلت الأسد رغم أنه هو ما نفذ أي من التعهدات التي تعهد فيها بالمرة الأولى واستعادت سوريا أو الأسد مقعده في الجامعة العربية في أيار الماضي. على الصعيد المحلي شعبيا هناك غضب شعبي واضح من قبل معظم السوريين اليوم، حتى في الداخل أكثر ما يجسد هذا الغضب هو مظاهرات السويدة واستمرار كل هذه الأسابيع وأصرار على الشعارات التي أطلقتها منذ البداية برحيل بشار الأسد وأسقاط النظام. وأنا بقول أنه ما يحدث للسويدة وهذا الموضوع حكيت فيه قبل هالمرة يعبر عن إرادة معظم الشعب السوري، ولكن هو يحدث للسويدة لظروف السويدة الخاصة، عدم وجود القبضة الأمنية للتأكيد على هذا الموضوع. اليوم مع الأسف تم اغتيال ناشط من درعا شارك أكثر من مرة بمظاهرات السويدة على رأس وفد من الناشطين، تلقى تهديدات واليوم تم اغتياله في رسالة واضحة، يعني بمعنى وقت يكون في تواجد أمني للنظام رح يكون في ثمن كبير بيدفعه الناشطين، رح يكون في استحالة من استمرار المظاهرات. وضع السويدة الخاص بعدم وجود، طبعا مو هلأ، هذا الموضوع ممتد لسنوات إلى وضع خاص كان، استفادوا أهل السويدة، نظموا أنفسهم، تقريبا كانت كلمتهم واحدة، وأصروا أنه يعبروا عن إرادة كل السوريين. يعني لليوم عم نشوف كل الشعارات اللي ترفع في السويدة اليوم لا تخص محافظة السويدة، وإنما مثلا رحيل النظام، تطبيق قرار 2254، الوصول إلى حل سياسي، حتى يعني في شعارات عامة حول شكل الحكم إلى آخره عم نسمعها يوميا في الساحات، وتوقع تحظى بقبول معظم السوريين. حالة السويدة، المظاهرات في السويدة هي تعبر حقيقة عن شعبية بشار الأسد وقبول بشار الأسد في الداخل السوري اللي تقريبا وصلت للصفر. هلأ على الصعيد الإقليمي أيضا كشفت حرب غزة والتحركات، مبارح حكينا يمكن أكثر مرة حكينا، ولكن في هذا السياق لازم نرجع نذكر أنه كان مستبعد تماما، يعني هو من كل اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، حتى ما كان في له أي رد فعل، ما بنعرف شو اللي منعه حقيقة. حتى الأطراف الأخرى اللي في محور المقاومة والممانعة بيتصدروا الإعلام، نصر الله بذات نفسه يمكن حتى اليوم كان عنده خطاب، ما بعرف أو بكرة، وطلع بخطاب سابق، يعني بمعنى أنه هن على الأقل إعلاميا شاركوا وعلقوا وهددوا، ولكن الأسد كان غائب عن الصورة تماما، غائب عن أي مركز من مركز اتخاذ القرار أو المشاورات أو التحركات الدبلوماسية. وهذا الموضوع حقيقة بيعبر عن عزلة إقليمية أيضا، تم يعني تحييد الأسد في هذا الحدث الكبير اللي كان المفروض يكون له دور بارز فيه. فيما منشوف أنه من يتصدر المشهد يعني عن الرئيس الأسد كفارض للوصاية عليه وعلى نظامه هو إيران. إيران موجودة في كل التحركات الدبلوماسية، اتصالات، رئيس رئيسي عنده جولة كانت دبلوماسية مهمة، عنده تصريحات والمسؤولين الإيرانيين تقريبا يومية، حتى في الداخل السوري وهذا مبارح حكينا عنه عم يتطور، هن أخذين زمام المبادرة وقرروا أنه يكون الصراع بينهم بين إسرائيل والولايات المتحدة من داخل أراضي السورية. أمس أيضا تم إطلاق مسيرة من داخل سوريا باتجاه إسرائيل، وهذا الموضوع يعني ردوا عليه إسرائيل بأنه تعهدوا يردوا على الأهداف ويقصوا مثل ما بيقصوا يوميا أهداف في سوريا. فإذا لا يوجد للأسد أي سيادة على القرار في الداخل، هو غائب تماما عن التحركات الإقليمية أو تقريبا وزنه صفري فيما يخص الأحداث الكبرى مثل الحدث الكبير اللي عم يصير اليوم في غزة. إذا بدنا نوصل دوليا، بتزامن سفر الأسد إلى لحضور القمة في السعودية مع
إجازة لجنة العلاقات العامة في مجلس النواب الأمريكي لقانون الكبتاغون 2. هلأ في ناس بيقولوا عم بتنفذ ما بتنفذ، طبعا هو بيشدد العقوبات على نظام الأسد بيخليها أوسع وأقسى، ولكن في ناس عم بتسأل شو النتيجة ما رساته بالحكم. الحقيقة هذا الموضوع مو مهم في موضوع يعني خلينا نقول الأسد وقبوله دوليا، لأن بيثبت عليه بالإضافة للصفات اللي يتم طرحها وتثبيتها محكمة جنائية دولية، محاكم في أوروبا بتهم القتل الجماعي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، القانون الكبتاغون 2 وأصرار الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية على ملاحقة الأسد في هذا المجال يثبت عليه صفة الإجرام برتبة تاجر مخدرات، يعني وهذا شيء مخزي ومعيب وبيخلي كل الأطراف تعد مو بس للعشرة للمئة قبل ما تقدم بأي خطوة باتجاه الرئيس الأسد. طيب هون لازم نجاوب على سؤال الحقيقة، أنه طيب رغم كل ذلك ونحن بنشوف المبادرة العربية اللي بلشت بوقت مبكر من هذا العام وكان إلى عدة مراحل، والمفروض كان حضور الأسد هو أنه يعني يتقيد بالتعهدات يلي جاءت في أكثر من وثيقة رسمية في سياق التحركات الدبلوماسية العربية يلي عم تقودها السعودية حقيقة، هذا يلي توضح تجاه النظام الأسد باختصار يلي بالنهاية بتوصل لتطبيق القرار 2254 على خطوات. الأسد ما نفذ أي خطوة ورجعت وصلت الأمور تقريبا إلى مستوى القطيعة خلينا نقول أو الجمود إذا بدنا نكون دقيقين مع الدول العربية ومع السعودية. طيب ليش السعودية رجعت ووجهت الدعوة أو استقبلت الرئيس الأسد في القمة الطارئة الحالية؟ الموضوع الحقيقة بيتعلق برأيي بسياسة السعودية، يعني سياسة تحديدا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يلي أصبحت أنه هي شوي تتمايز عن سياسة السعودية على طول العقود الماضية وحتى عن دول المنطقة بما فيها دول الخليج العربي. بدنا نرجع نربط خلينا نقول مخططات الأمير محمد بن سلمان على الصعيد الداخلي على الصعيد الاقتصادي. شفنا من فترة أيضا فازوا باستضافة منافسات كأس العالم في العام 2032 على ما أعتقد، واضحة خططه باتجاه التنمية داخل السعودية. مرة تانية هذا يستلزم الاستقرار، هو يحاول أن يعتمد على سياسة عدم الاشتباك مع أي من القوى الأقليمية الموجودة في المنطقة أو الإبقاء على قنوات اتصال، لأن هذا يخفف الاشتباك، يعني دائما في حالة العداء أو إعلان العداء، وهذا الموضوع الحقيقة تعرض له كثيرا. يعني إذا منراجع نحن قبل ما تتم الاتفاق أو الإعلان عن نية السعودية وإيران إعادة العلاقات ب يعني وساطة الصين، من رائب الإعلام الإيراني ومنشوفه اليوم منشوف أنه شو المكاسب اللي حققها محمد بن سلمان نتيجة عمليا على أرض الواقع ما صار في شيء، ما صار في أي تنازلات، ولكن مجرد وجود هذا التواصل، هذه القنوات الاتصال، الخطوات الخجولة اللي يتم اتخاذها من كل طرف من الأطراف، على الأقل نجح بالتهدئة الإعلامية وبتوقع به قطاعات أخرى، ولكن هذا نحن اللي عم نراقبه. كان عمليا وسائل الإعلام الإيرانية تقريبا يعني يوميا في 30% من محتواها موجه ضده، حتى في رصد أخطائه داخل المملكة اليوم هذا الموضوع توقف تماما. بتوقع نفس الشيء هو يمارس مع النظام السوري، وهذا يصب في مصلحة حلفائه من دول الخليج العربي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التواصل هذا الاتصال يصعب على الطرف الآخر أنه يأخذ قرارات متطرفة باتجاه معين، ويمكن حتى في هذه الظروف الصعبة تم الاستفادة من هذه من قنوات التواصل هذه لمنع الطرف الآخر من التطرف في اتخاذ القرارات أو القيام بأعمال معينة. بناء عليه بتوقع نفس السياسة يتبع مع النظام السوري، تجنب القطيعة، تجنب الاشتباك، الإصرار على وجود أو العمل على وجود دائما خط للتواصل بين الطرفين لإنفاذ مصالح السعودية، لأن الحقيقة السعودية اليوم نحن كسوريين ما أنا بحاجة لنا، نحن يلي بحاجة للسعودية كدولة أول شيء أصبح لها مكانة في قيادة خلينا نقول القرار العربي، هذا ما فينا ننكره، وأيضا كقوة اقتصادية
كبرى في منطقتنا، فنحن بحاجة إلى وجود الاتصال بدون ما تعطينا أي مكاسب ما رح يضرها، بينما هي رح تستفيد من الاتصال بأنه تخفف الاشتباكات، أنه تخفف من أي سياسات عدائية تجاه السعودية. ونشوف أن السعودية أيضا حققت هذا الهدف خلال الأشهر الماضية. هلأ نحن بدنا نقول أنه مشاركة الأسد رح تغير أي شيء من الواقع يلي عم نعيشه كسوريين؟ الجواب لا، لأن الحقيقة هو يتعلق بوزن الأسد مثل ما حكينا، يعني وقت رئيس لا يمثل شعبه، ليس له وزن في الإقليم، ملاحق بجرائم دوليا، فيعني شلون بدي شبه لكم ياها؟ مثل واحد بوزن الريشة داخل على منافسات المشاركين فيها من الوزن الثقيل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.